أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق سموحة نجح في تحقيق الفوز على فاركو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم باستاد الأسكندرية ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وبكده بيرتفع رصيد سموحة ل 12 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر. فادي فريد مهاجم سموحة حصل على جائزة رجل مباراة فريقه قدام فاركو واللي أقيمت امبارح في بداية الجولة الثامنة بالدوري. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته الجماعية امبارح على ملعب مختار التتش، وده في بداية التحضير لمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الجاية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. فريق نادي بيراميدز خاض أول تدريباته في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا استعداداً لخوض مباراة سان داونز في إطار لقاءات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، وبيحل بيراميدز ضيف على سان داونز يوم الحد الجاي في مدينة بريتوريا. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أخطر مسؤولي نادي الزمالك باختبار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية واللي هتتلعب يوم 10 ديسمبر الجاي. والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أجمل أهداف بطولات أفريقيا لعام 2023، وده شهد تواجد الثنائي المصري محمود عبد المنعم كهربا ومحمود صابر بالقائمة النهائية اللي بتنافس على أجمل أهداف العام في حفل جوائز كاف واللي هيقام في المغرب يوم الاثنين الجاي. اللجنة الأولمبية المصرية تلقت خطاب رسمي امبارح من رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية نوكا بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. احتلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس المركز 58 عالميا في التصنيف العالمي اللي أصدرته امبارح رابطة محترفات التنس. تقدمت ميار شريف مركزا واحدا في تصنيف شهر ديسمبر الجاري. رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش أعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبر الجاري، ويواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي. كمان رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي الجديد للاعبات خلال شهر ديسمبر الجاري، ووصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع 14 على التوالي. المدرب الأسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي توج بجائزة أفضل مدرب كتالوني لعام 2023 متفوقا على مواطنه شافي هرنانديز مدرب برشلونة الأسباني. خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع جمانة ومصطفى. شكرا لك يا هلا.